بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. حصة اليوم إن شاء الله سوف تكون حول تقديم درس من دروس السنة الرابعة من التعليم المتوسط، حيث سوف نتناول في هذه الحصة إن شاء الله ميدان أنشطة عددية، المقطع التعلمي رقم 3، الباب المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، المورد المعرفي المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. كما نذكر أن تسير حصة تعلمية تحتوي على 4 فترات، فترة أستعد وفترة نشاط وفترة أحوصل ثم فترة أقوي. على بركة الله نبدأ. أستعد. أصحيح أم خطأ؟ برر إجابتك. إذا كان إكس عددا حيث 25 إكس أصغر من صفر، فإن إكس يمكن أن يساوي صفر. الإجابة هنا خاطئة. تبرير هذه الإجابة: لتبرير هذه الإجابة يجب حل هذه المتباينة 25 إكس على أصغر تماما من الصفر، قسم طرفي هذه المتباينة على 25، نحصل على x أصغر تماما من الصفر، ومن x لا يمكن أن يساوي الصفر. 2. إذا كان x عددا حيث 2x ناقص 1 أصغر من أو تساوي 6، فإن x يمكن أن يساوي 7/2. الإجابة هنا صحيحة. تبرير هذه الإجابة: لتبرير هذه الإجابة يجب تعويض قيمة x في المتراجحة، فنجد 2 في 7/2 ناقص 1 أصغر أو تساوي 6، وعليه ينتج 6 أصغر من أو تساوي 6، أي أن x يمكن أن يساوي 7/2. وضعية تعليمية: 1. المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. بمناسبة عيد الفطر وتسهيلا لعملية التواصل عبر الرسائل النصية، اقترح متعامل الهاتف النقال العرض الآتي على زبائنه: 2.5 دينار جزائري للرسالة الواحدة، و100 دينار اقتطاع نزافي من الرصيد. يرغب يونس في عدم تجاوز المبلغ 150 دينار جزائري الموجود في رصيده. 1. هل يمكن ليونس القيام بإرسال 21 رسالة؟ 2. 20 رسالة؟ 3. 16 رسالة. 2. نرمز للعدد الرسائل القصيرة بالرمز X. ألف: من بين المتباينات الآتية حدد تلك التي توافق رغبة يونس. 150 إكس زائد 100 أصغر من أو تساوي 2.5، أو 150 إكس ناقص 100 أصغر من أو تساوي 2.5، أو 2.5 إكس زائد 100 أصغر من أو تساوي 150. ف اقترح قيمة لإكس توافق رغبة يونس وقيمة أخرى لإكس لا توافقها. كل متباينة من المتباينات الثلاث السابقة تسمى متراجحة ذات مجهول x. كل قيمة لx تجعل المتراجحة متباينة صحيحة تسمى حل لهذه المتراجحة. ج: هل العدد 2 حل للمتراجحة؟ 2.5x زائد 100 أصغر من أو تساوي 150. السؤال نفسه من أجل العدد 21. حل المتراجحة: نريد فيما يأتي حل المتراجحة وتمثيل حلولها على مستقيم مدرج. 1. انقل ثم أتمم مبررا كل خطوة تقوم بها. ناقص 3x زائد 5 أصغر من أو تساوي 20. الخطوة الأولى: ناقص فراغ ينتج ناقص 3x فراغ 15. الخطوة الثانية: قسمة فراغ x ناقص 15. 2.
أقبل أن حلول المتراجعة ناقص 3x زائد 5 أصغر من أو تساوي 20 هي نفسها حلول x أكبر من أو تساوي ناقص 5. اعتمادا على المحتوى السطرين الأول والثاني من الجدول الآتي، أتمم السطر الأخير. المتراجحة حلول المتراجحة معبر عنها بالجملة اللغوية التمثيل البياني لحلول المتراجحة. المتراجحة x أصغر من أو تساوي المتراجحة أصغر تماما من 3. حلول هذه المتراجحة هي كل قيم x أصغر من 3، وتمثيلها البياني يكون على مستقيم مدرج. ونقوم بتلوين الحلول كما هو موضح في التمثيل البياني. المعادلة x أكبر من أو تساوي 2، حلول هذه المتراجحة هي كل قيم x أكبر من أو تساوي 2، وتمثيلها البياني يكون في مستقيم مدرج كما هو موضح في التمثيل البياني. ناقص 3x زائد 5 أصغر من أو تساوي 2، نقوم بحل هذه المتراجحة وتمثيل حلولها البيانية. الحل: 1. يمكن ليونس القيام بإرسال 20 رسالة و16 رسالة. 2. المتباينة التي توافق رغبة يونس هي 2.5x زائد 100 أصغر من أو تساوي 150. 3. اقتراح قيمة x. قيمة x التي توافق هي x أصغر من أو تساوي 20، والتي لا توافق x هي x أكبر تماما من 20، يعني يمكن إرسال 20 رسالة ولا يمكن إرسال 21 رسالة. 4. التأكد من أجل x يساوي 2.5 في 2 زائد 100 تساوي 105. ومن هنا نستنتج أن 2 هو حل المتراجحة 2.5x زائد 100 أصغر من أو تساوي 150. من أجل x يساوي 21، 2.5 في 21 زائد 100 يساوي 152. ومنه نستنتج أن 21 ليس حلا للمتراجحة. حل المتراجحة: 1. إتمام الخطوات مع التبرير. ناقص 3x زائد 5 أصغر من أو تساوي 2، نطرح العدد 5 من طرفي المتراجحة فنحصل على ناقص 3x أصغر من أو تساوي 15، وبقسم الطرفي هذه المتراجحة على ناقص 3 في x أكبر من أو يساوي ناقص 5، أيضا بتغيير اتجاه المتراجحة لأننا قسمنا على عدد سالب. 2. إتمام الجدول. حلول المتراجحة ناقص 3x زائد 5 أصغر من أو تساوي 2 هي كل قيم x أكبر من أو تساوي ناقص 5، ونقوم بتمثيلها على مستقيم مدرج، حيث نقوم بتلوين الحلول وبالتشطيب على لسة الحلول كما هو موضح في التمثيل البياني. حوصلة: المتراجحة بمجهول x هي متباينة، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، وهذا حسب قيم x. قيم x التي من أجلها تكون المتباينة صحيحة هي حلول المتراجحة. حل المتراجحة هو إيجاد كل حلولها. لحل متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد نستعمل القواعد الآتية: نحافظ على اتجاه المتراجحة عندما نضيف إلى أو نطرح من طرفيها نفس العدد. نحافظ على نفس الاتجاه المتراجحة عندما نضرب طرفيها في أو نقسم طرفيها على نفس العدد الموجب تماما. نغير اتجاه المتراجحة عندما نضرب طرفيها في أو نقسم طرفيها على العدد السالب تماما. نمثل حلول المتراجحة على مستقيم عددي مدرج. ملاحظة: تمثل مجموعة حلول المتراجحة على مستقيم مدرج
نلون الجزء المستقيم الذي يشمل جميع الحلول المتراجحة، ونشطب الجزء الآخر من المستقيم لأن أعداده لا تمثل حلولا للمتراجحة. التمثيل البياني كما هو موضح في 4 أشكال: نقوم بتلوين الحلول وبالتشطيب على لستة الحلول، تمرين 1. انشر وبسط العبارة في حيث P تساوي ناقص 3x ناقص 1 كل تربيع ناقص 3x في 3x زائد 7. 2. حلل العبارة R تساوي 4x تربيع ناقص 1 ناقص 2x زائد 1 في 2x زائد 3. حل المتراجحة ب أصغر من أو تساوي R، ثم مثل بيانيا حلولها. الحل: 1. نشر وتبسيط العبارة P تساوي ناقص 3x ناقص 1 كل تربيع ناقص 3x في 3x زائد 7. نلاحظ أن الحد الأول عبارة عن متطابقة شهيرة رقم 2، والحد الثاني عبارة عن خاصة توزيع الضرب على الجمع. ونقوم بالنشر كالآتي: بتطبيق المتطابقة الشهيرة رقم 2، ناقص 3x تربيع يساوي 9x تربيع زائد ناقص 2 في 3x في 1 يساوي 6x زائد 1 تربيع يساوي 1. وبتطبيق خاصة توزيع الضرب على الجمع نحصل على ناقص 3x في 3x يساوي 9x تربيع، ناقص 3 في x يساوي ناقص 21x. بتبسيط هذه العبارة نحصل على p يساوي ناقص 15x زائد 1. 2. تحليل العبارة: r تساوي 4x تربيع ناقص 1 ناقص 2x زائد 1 في 2x زائد 3. نقوم بتحليل الحد الأول 4x تربيع ناقص 1، فيصبح لدينا 2x زائد 1 في 2x ناقص 1 بتطبيق المتطابقة الشهيرة رقم 3. لاحظ أنه يوجد 2x زائد 1 عامل مشترك في الحد الأول وفي الحد الثاني. باستخراج العامل المشترك يصبح لدينا 2x زائد 1 في نبتة عارضة 2x ناقص 1 ناقص 2x زائد 3. بتبسيط هذه العبارة نحصل على 2x زائد 1 في ناقص 4. بتنظيم هذه الكتابة يصبح لدينا ناقص 4 في 2x زائد 1. حل 3. حل المتراجحة P أصغر من أو تساوي R مع تمثيل حلولها بيانيا. P أصغر من أو تساوي R، نقوم بتعويض العبارة P و R من السؤالين السابقين، وتصبح لدينا ناقص 5x زائد 1 أصغر من أو تساوي ناقص 4 في 2x زائد 1. نقوم بنشر ناقص 4 في 2x زائد 1، وتصبح لدينا ناقص 15x زائد 1 أصغر من أو تساوي ناقص 8x ناقص 4. بنقل المجاهيل في طرف والمعاليم في طرف، تصبح لدينا ناقص 15x زائد 8x أصغر من أو تساوي ناقص 4 ناقص 1. تبسيط هذه العبارة نحصل على ناقص 7x أصغر من أو تساوي ناقص 5. وبقسم الطرفي هذه المتباينة على العدد سالب ناقص 7 يتغير اتجاه المتباينة، وتصبح لدينا x أكبر من أو تساوي 5 على 7. ومنه الحلول المتراجحة هي كل قيم x أكبر من أو تساوي 5 على 7. وتمثيلها البياني يكون كالآتي: نشطب على لسة الحلول ونقوم بتلوين الجزء الخاص بالحلول هذه المتراجحة. التمارين صفحة 51 من 21 إلى 33 من أجل التمرن من أجل هذا المورد المعرفي. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.